السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم كتاب القاعدة النورانية تأليف فضيلة الشيخ نور محمد الحقاني رحمه الله تعالى. انتهينا في الحلقات السابقة إلى نهاية الدرس التاسع، وموعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع الدرس العاشر، وهو بعنوان السكون. بارك الله فيكم جميعا إخواني في الله. نبتدئ إن شاء الله، سوف أقرأ وتردلون خلفي. بداية اللون الأخضر في حرف الباء والجيم والدال والطاء، هنا إشارة إلى صفة القلقلة في هذه الحروف الأربع، الباء والجيم والدال والطاء، بالإضافة إلى حرف القاف، صفة القلقلة. وهنا أتى المؤلف ببداية من حرف الباء إلى حرف الظاء اختصارا، إلا إن لم يقتصر كان أتى ببقية الحروف، فقال مثلا أف إف أف أقو إقو أقو، ولكن هذه الحروف كنموذج، وعلينا أن نحاكي بقية الحروف بمثل هذه النماذج. فنقول بالله التوفيق وتردون ورائي. الدرس العاشر، السكون. همزة فتحة باء سكون أب، همزة كسرة باء سكون إب، أب إب، همزة ضمة باء سكون أب، أب إب أب، همزة فتحة تاء سكون أت، همزة كسرة تاء سكون إت، أت إت، همزة ضمة تاء سكون أت، أت إت أت، همزة فتحة تاء سكون أف، همزة كسرة تاء سكون إف، أف إف، همزة ضمة فاء سكون أث، أث إث أث، همزة فتحة جيم سكون أج، همزة كسرة جيم سكون إج، أج إج، همزة ضمة جيم سكون أج، أج إج أج، أح إح أح، أخ إخ أخ، أد إد أد، همزة فتحة ذال سكون أذ، همزة كسرة ذال سكون إذ،
أذ إذ همزة ضمة ذال سكون أذ أذ إذ أذ همزة فتحة را سكون أر همزة كسرة را سكون إر أر إر همزة ضمة را سكون أر أر إر أر أز إز أز أس إس أس أش إش أش أص إص أص أض إض أض همزة فتحة طا سكون أط همزة كسرة طا سكون إط أط إط همزة ضمة طا سكون أط أط إط أط أض إض أض هكذا انتهينا من قراءة الدرس العاشر. نريد أن نسمع إن شاء الله السادة الدارسين. أستاذة منظمي الدعم الفني تفضلي لا ترتبي يا أستاذة غدا السادة الدارسين اللي عايز يقرأ. أستاذة إيمي اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أستاذة. الدرس العاشر السكون همزة فتحة همزة فتحة با سكون أب همزة كسرة با سكون إب أب إب همزة ضمة با سكون أب أب إب أب همزة فتحة تا سكون دي أت ملحوظة يا أستاذة ميمي؟ همزة كسرة تا عايز أقول ما أقولش أبا أقول أب وليس أبا ما افتحش الباء أب إب أب وليس أبا إب مع التلقين أب إب أب أب إب أب كده تمام همزة فتحة تا سكون أت همزة كسرة تا سكون إت أت إت همزة ضمة تا سكون أت أت إت أت
همزة فتحة بعد تاء بعد سكون بعد أت. سكسر حرف التاء آتي بالهمس هكذا أت إت أت. نعم بدون جاء السطر التالي همزة بدون جاء فتحة فاء حاضر أف إف أس أج إج أج. طيب اقرأي حرف الدال أكمل دال أكمل حضرتك ولا حرف الدال حضرتك سامعني؟ أنا سامعك أنت سامعاني أيوة أيوة كده سامع حضرتك. تفضلي حرف الدال طيب إيه أكمل؟ أو حرف الدال حاضر. بالهجاء بالهجاء نعم أيوة بالهجاء همزة فتحة دال سكون أدى همزة كسرة دال سكون أد إد همزة كسرة دال سكون إد أد إد همزة ضمة و همزة ضمة دال سكون أد أد إد أد حضرتك همزة بتقولي فتحة أداة ودال سكون أذ تفتحي الدال أداة أد إذا أدى لا تفتحيها بل قولي هكذا أد إد أد وليس أدى إذا أدى لا تفتحي الدال بس أسكنيها وقلقليها أد إد أد وليس أدى أد إذا إد حاضر أد إد أد صح كده؟ يعني في يعني في تحسن بس لسه في فتح مش أدى أدى بس أدى أد نعم أكملي أد بدون هجاء صح كده؟ أكملي بدون هجاء أكملي بدون أذ هجاء أذ حاضر أذ إذ أذ أر إر أر أز إز أز أس إس أس أش إس أش أص إص أص أض يض أض أط يط أط أو قوي القلقة يض أط قلقلة الطاعة عندك ضعيفة أنا خفت تتفتح معايا برضو لا قلقلي أطأ أطأ لا مش أطأ 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 نعم أكمل أطأ يطأ أطأ أغ يغ أغ بارك الله فيك حضرتك جزاك الله كل خير. أستاذ أيمن خير قال الباء ساكن
أب أب إب أب أج إج أج أد إد أد أط يط أط أق يط أق. تفضل السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم، في صوت إن شاء الله. من أي الحروف؟ من أول حرف، حرف الباء. الدرس العاشر. نعم. الدرس العاشر، السكون. همزة فتحة باء سكون أب. همزة كسرة باء سكون إب أب إب. همزة ضمة باء سكون أب أب إب أب. همزة فتحة تاء سكون أت. همزة با هكذا باسكون أب. كلمة باسكون على طول، باسكون باس باسكون. نعم. همزة فتحة باء سكون أب. همزة كسرة باء سكون إب أب إب. همزة ضمة باء سكون أب أب إب أب. همزة فتحة تاء سكون أت. همزة كسرة تاء سكون إت. همزة فتحة أت تاء سكون أت. همزة فتحة تاء سكون أت. همزة كسرة تاء سكون إت أت إت. همزة ضمة تاء سكون أت أت إت أت. همزة فتحة تاء سكون أس. همزة كسرة تاء سكون إس أس إس. همزة ضمة تاء سكون أس أس إس أس. همزة فتحة جيم سكون أج. همزة كسرة جيم سكون إج أج إج. همزة ضمة جيم سكون أج أج إج أج. همزة فتحة حاء سكون أح. أج إج أج. همزة أح إح أح. أخ إخ أخ. أد إد أد. ساكن. أخ أخ. ضم الهمزة فقط ولا تضم أخ؟ ضم الهمز. أخ أد إد أد. أذ إذ أذ. أر اصبري أر أر. الرخاوة في حرف الذال أذ. نعم. أذ إذ أذ. أر إر أر. أذ إذ أذ. أس إس أس. أش تواصل بين إس. نعم. أش إش أش. نعم. أش إش أش. أس إس أس. أض إض أض. أط إط. لا لا تقلقلي الضاد. أض أستاذ أض. سهر. نعم نعم. الضاد فيها الإصفاق والاستقالة. أم إم أم.
نعم. أض إض أض أط إط لا لا أط لا لا، نخرج الضاد، احشمي احشمي الضاد من طرفي اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ولا تأتي بقلقلة الضاد، لا قولي أم يم أم، ولا تقولي أم يم أم. أض إض أض مرة أخرى، أض مرة أخرى، إض أض إض أض أط لم أسمع. إط مرة أخرى أعيد الألفاظ. نعم. مرة أخرى أض بسمع. أض إض أض الصوت يتأخر، صوت يقطع، يقطع صوت، وش الصوت؟ أض سمعين، الصوت يقطع، يقطع قليلا. سمعني؟ نعم نعم سامع. أنا سامع، أنت سامع؟ نعم. أض إض أض اقرأي مرة أخرى. نعم. أض إض أض لا ليس أض، لا تقولي أض، لا 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 لا، تفتحي المخرج، اغلقي المخرج واستطيلي فيه وحققي فيه صفة الإطباق هكذا. أم إم أم أض إض أض صح؟ الفتحة اللي بتفتحها ديت مش عايز صوتها، أم ليس أم، تقولي أم، ثم تقلقلي في الآخر، في آخر الصوت، لا تقلقلي في آخر الصوت، أم إم أم. نعم. أض إض أض أي صح؟ في صوت خفيف يخرج أقرأ. بعد الإطباق، يا ريت إن شاء الله مع التدريب تستغنى عنه خالص. السطر إن الأخير، شاء الله. أط إط أط أم إم أم لا لا تؤخري القلقلة، أط مرة واحدة القلقلة، أط إط أط، ولا تقولي أط أط إط، لا تؤخري القلقلة، لا لا أط على طول. أط إط أط أم إم أم لا لا تقلقلي الظاء أيضا، لا تقلقلي الظاء، لا تقولي أظ إظ أظ، بل إيدي بصفة الرقاوة دون اهتزاز للحرف، أظ إظ أظ. نعم. أم إم أم مرة أخرى. أم إم إم أجري الصوت في حرف الراء حتى تحقق صوت الرخاء، أو إم أم هكذا. أب إم إم ماشي، بارك الله فيك يا أستاذ سهى، جزاكم الله خير، وفيكم بارك الله، جزاك الله كل خير، السلام عليكم. أحد يريد المشاركة؟
نسأل على الأستاذة رشا الخطيب التي بارك الله فيك، بارك الله فيها، نزلت لنا هذه النسخة الجديدة من كتاب القاعدة النورانية. أستاذة منى حسين سبكي، تفضلي. بركاته. أنا أستاذة. حضرتك سامعني؟ سامعك كويس. إزاي طيب حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. منورة والله. الله يخليك، الله يخليك. هنحب ابتدي تقرأي إن شاء اقرا الله. ولا ايه؟ اتفضلي. الدرس العاشر. ألف فتحة، ألف فتحة، باء سكون، أب. ألف كسرة، السكون. باء سكون، إب، أب، إذا إب. منى أيوة. لحظة، طيب هنقول الدرس العاشر السكون. طيب الدرس العاشر السكون. ألف نعم، فتحة، باء. أفندم. نقرأ هكذا، نقرأ هكذا. أي أي حمزة فتحة فندم. اي باء سكون، أربع كلمات، همزة وليس ألف، بل نقول همزة، همزة همزة. فتحة فتحة فتحة، باء ايه أي سكون. سكون، هذه يعني الأربع ايه كلمات محصلتها أب، أب، همزة فتحة باء سكون أب. همزة فتحة سكون باء، أب. همزة فتحة باء باء سكون أب. همزة فتحة باء سكون أب. أب، نعم، أب. همزة كسرة باء سكون إب. همزة كسرة سكون باء، إب. همزة كسرة انتهت، نأتي لحرف التاء باء باء، همزة كسرة باء باء سكون إب. سكون إب. همزة ثم كسرة باء سكون إب. ثم أجمع همزة أب. أب إب. ثم آتي بالحرف الثالث، همزة 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 ثم ضم باء سكون أب. أب. يعني حضرتك الحرف الثالث برضه اقول همزة ضم باء سكون أب. نقول باء وليس باء. باء نعم. أب. معلش أنا أول مرة أصلي. لا تمام كده، ممتاز. أب إب أب. وبعدين أكررهم مش كده؟ بعدين انتقل للحرف الثاني، همزة فتحة تاء سكون أت. أت. همزة كسرة تاء سكون إت. همزة نعم. ضمة تاء أجمع بس. سكون أت. أت. أجمع الأول والثاني. أت نعم. إت. بس بدون قلقلة، هنا همزة في صفة ضمة تاء الاستفهام. سكون أت. أت. وليس أت. أفندم. لا أقلقل. لا أقلقل التاء. التاء ليست من حروف القلقلة، فأقول أت. أي إت. هكذا. أت إت. إت نعم. أت أيوه. أت أت. طب نعم. حضرتك بالنسبة الحمد لله. للباء فيها قلقلة ولا برضو ما بتتقلقلش، اللي هي أب إب أب؟ الباء والجيم والدال والطاء والقاف الملونة باللون الأخضر، هذه الحروف الخضراء اللون عندما تسكن أي تقلقل، عندما تسكن تقلقل. أي حال سكونها طيب فقط تقلقل. الباء والجيم والدال والطاء أيوة والقاف. أيوة أيوة اللي هي الحرف مجموعة الثاني، حروف قلت التاني الهمزة. حضرتك ولا التاء؟ الصفر الثاني، حضرتك الثاني. همزة فتحة سكون أف.
همزة كسرة اي همزة كسرة انتهينا منها. نأتي للحرف الثاني، حرف التاء. ايوه، همزة فتحة ثاء سكون اس، همزة كسرة ثاء سكون اس، هم مرة أخرى. اس اس اس، همزة ضمة ثاء سكون أس، أس أقول تاء. إس أس، أس إس نعم أس. محسنة. آه أس إس أس. أس إس أس، نعم. همزة همزة فتحة جيم سكون أج أج، لا لا، همزة نقول كسرة همزة، همزة فتحة همزة جيم سكون أج أج. أج. طب حضرتك أج، يعني أيوة حضرتك نعم. الجيم مش جامدة، يعني أج بس كده، أج ولا أيوة أج؟ لا، أج أيوة ديت أج. العامية أج، لكن آه الفصيحة أج، آه من أج، وسط اللسان. ايوه اج. آه أج، نعم، همزة همزه فتحة كسره. همزة كسرة جيم سكون إج أج إج، همزة ضمة جيم سكون أج أج إج أج. ايتي كده بالسطر الاخير، السطر الاخير. حضرتك اللي هو الصاد ألف طاء. الطاء ولا طاء. الضاد؟ ألف فتحة ده همزة. همزة فتحة طه سكون قط، همزة همزة فتحة كسر طاء سكون هكذا، همزة فتحة طاء سكون أط. همزة فتحة طه سكون قط، همزة نعم. كسرة طه سكون إط، همزة نعم. ضم قط إط، همزة ضمة طا سكون قط. صح كده حضرتك ولا فيها قلقلة؟ أقل. قط قط نعم، قط يجمعهم بقى بالأول. أط إط أط. قط 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 أط. قط. نعم، حضرتك فيها ثم إيه قلقلة تاني؟ ولا ما فيهاش قلقلة فندم؟ حطها من حروف القلقلة، بس القاء من حروف القلقلة، ولكن أضم فقط الهمزة ولا أضم الطاء، أضم الشفتين في الهمزة ثم أرجع ايوه بالشفتين في حرف الطاء، فأقول أط ولا أقول أط، لا أضم الطاء مع الهمزة، أقول أط أط إط أط. نعم، الحرف الأخير. إيتو قط قط قط. لا لا لا، لا تهمسي الطاء، لا تقولي قط قط، لا تهمسيها، ليس فيها همس، ايوه فيها قط شدة ودفء. قط. قط. فيها شدة. قط قط، اصل انا عندي الطه والصاد والضاد ضايعين بصراحة. قط قط، حضرتك بضمها مش كده؟ نعم، بارك قط. الله فيك. الله يخليك الله يخليك، بارك الله فيك. بعد ما تضم ايوه الهمزة ما تضمش مش الطاء، سامع ارجع في الطاء. حضرتك الله يكرمك يا حاجة، بارك الله فيك. فندم، ما هات حرف سمعتش الظاء بقى. حضرتك، حضرتك قلت الظاء ايه؟ ما سمعتش. الحرف الأخير، ايوه حرف الظاء. قط. ايوه نعم. حضرتك اقرا حضرتك الظا. تفضل. نعم.
همزة فتحة ضا سكون أظ، همزة كسرة ضا سكون إظ، أظ إظ، همزة ضمة ضا سكون أظ، أظ همزة فتح، إظ، أظ. همزة فتحة ضا سكون أظ، همزة كسرة ضا سكون إظ، همزة ضمة ضا سكون أظ، فين بقى الاول؟ أظ، اظ إظ، يظ، اجمعهم مع أظ، سويا. أما أجمع أظ، إظ، أظ، أظ، لا لا، ولا إذ، تقلقيني، لا تقلقيني الظا. لا لا أظ، لا إذ، تقلقيني حرف الظا، أظ، لا تقول اظ ولا نقول اظ، بل نقول اظ يظ اظ. حرف الضاد وحرف الظا نقول أظ يظ أظ. أظ، إذ، أظ، أض، إد، ليس إذ، أض، يظ يظ. إذ، إذ، أض، مرة أخرى حرف الظا همزة فتحة ضاد، إذ. أض، وصلنا إيه؟ أنت وصلنا لحرف الظاء. أض، إذ، أض، إذ، أض. ماشي، بارك الله فيك يا أستاذة، حضرتك بس خلي بالك حرف الظاء والضاد لا يقلقان، طيب هتمرن ومع عليهم حاضر المرار والإصرار ومع الأستاذة معاكي في المسجد وكده إن شاء الله، يعني ان هيكون شاء مستوى الله متقدم بإذن الله. إحنا مع حضرتك، يا حضرتك رب في أي وقت. الله يخليك بارك الله فيك الله حاجة، يخليك أعانك الله بالله. يخليك شكرا جزيلا شكرا شكرا ليك. جزيلا مع السلام السلامة. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. الأستاذ أم أنس، بعد ما انتهاء من الدرس العاشر سوف ننتقل إن شاء الله إلى الدرس الحادي عشر، وفيه تدريبات على السكون. فنبتدئ إن شاء الله في الدرس الحادي عشر، ودرس طويل عبارة عن 3 صفحات، اثنين 3 صفحات ونصف. نعم، كل هذه تدريبات على الدروس السابقة، السكون والحركات والتنوين والألف الصغيرة والمد واللين. يجمع هذا الدرس الدروس السابقة كلها، التدريبات على السكون يجمع السكون والحركات والتنوين والمدود و اللين والألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة. فنقول بالله التوفيق، ثم أم جلال وأم أنس إن شاء الله نسمعهم في الدرس الحادي عشر. الدرس الحادي عشر كما قلت يضم كل الدروس السابقة، يعني من أول الدرس الأول إلى الدرس العاشر. الدرس الحادي عشر يشمل تلك الدروس السابقة كلها. أقول وتردد ورائي. الدرس الحادي عشر تدريبات على السكون.
همزة فتحة نون سكون أن، تا فتحة تا، أنت، همزة كسرة ها سكون إه، دال كسرة دي، إه دي، با فتحة عين سكون بع، دال ضماد بعد، با فتحة طا سكون بط، شين فتحة ش بطش، سين فتحة عين سكون سع، يا فتحة ي سعي، كاف ضمة نون سكون كن، تا ضمات كنت، لام فتحة سين سكون لس، تا فتحة لست، همزة فتحة ميم سكون أم، را كسرتين رين أمرين، با فتحة را سكون بر، دال فتحتين دن بردن، جيم فتحة ميم سكون جم، عين فتحتين عن جمعا، حا فتحة با سكون حب، لام ضمتين لن حبل، قا ضم سين سكون خس، را كسرتين رن خسر، قا فتح لام سكون خل، قا فتحتين قن خلقا، سين فتحة با سكون سب، حا فتحتين حن سبحا، سين فتحة با سكون سب، قاف فتحتين قن سبقا، شين فتحة همزة سكون ش، نون ضمتين نن شأن، صاد ضم با سكون صب، حا فتحتين حن صبحا، ضاد فتحة با سكون ضب، حا فتحتين حن ضبحا، عبدا عدن عشر عصف، غرقا غلبا، فصل قدحا قضبا، كأسا كدحا، لام فتح غين سكون لغ، واو فتحتين ون لغوا، ميم كسرة سين سكون مس، كاف ضمتين كن مسك، نخلا نشطا نفس، نقعا يسرا، همزة فتحة با سكون أب، قاف فتحة ألف صغيرة ق، أبقى،
تا فتحة را سكون تر، ضاد فتحة ألف صغيرة ضا ترضى، تا فتحة نون سكون تن، سين فتحة ألف صغيرة سا تنسى، يخشى يسعى يتلو يدعو تجري يهدي، يا ضم غين سكون يوم، نون كسرى يا سكوني يغني، همزة فتحة لام سكون ال، قاف فتحة تا سكون قد القد، أمهل همزة كسرى قاف سكون إق، را فتحة همزة سكون ر اقرأ، فا فتحة را سكون طر، غين فتحة با سكون غب ترغب، فا فتحة نون سكون فن، صاد فتحة با سكون صب فانصب. هكذا انتهينا من قراءة الصفحة 19 من هذا الكتاب، إن شاء الله نسمع منكم الصفحة 20. ناخذ استراحة 5 دقائق بالضبط، 5 دقائق فقط لا غير، ثم نعود بعدها المحاضرة. الله. سوف نقرأ السطر الأول من صفحة 20 ثم نسمع بقية الصفحة من السادة الدارسين. واو فتحة نون سكون ون، فتح را سكون حر وانحر، همزة فتح قا سكون أخ، را فتح ر أقر، جيم فتح ج أخرج، همزة فتحة را سكون أر، سين فتحة س أرس، لام فتحة ل أرسل، همزة فتحة غين سكون أغ، ط فتحة ط أو ط، شين فتحة ش أو طش، همزة فتحة ف سكون أف، لام فتحة ل أف ل، ح فتحة ح أفلح. تفضل السادة الدارسين.
هنقرأ من أول السطر الثاني من الصفحة الثانية هكذا. همزة فتحة كاف سكون أك ق فتحة ر أكرا ميم فتحة ما همزة فتحة لا سكون أكرا هاتف. تفضل السيدة الدارسين. همزة نون شي حاشا أن را فتحة را أن رنا. اللون الأحمر رمز إلى الغنة. أنشر غنة مرققة ثم غنة مفخمة في أنقض. واللون الأخضر رمز إلى القلقلة. اللون الأحمر يرمز إلى الغنة وإلى المد. أخذنا في الدرس التاسع كلمات فيها حروف جاء جيء ماء. كان اللون الأحمر يرمز المد، هنا اللون الأحمر يرمز إلى الغنة. أخواتي اللي عايزين نعم الأحمر غنة ومد والأخضر قلب. الغنة سواء كان إخفاء أو كان إدغام أو كان ميم مشددة أو نون مشددة أو كان إقلاب، والمدود سواء كان مد منفصل أو متصل أو مد لازم. المد الفرعي الأكثر من حركتين يمد ويرمز له باللون الأحمر في كتاب القاعدة النورانية. وأيضا هناك بعد أن ننتهي من القاعدة النورانية موجود جزء عام، وأيضا موجود الثلاث أجزاء الأخيرة، وموجود أيضا ربع ياسين باللونين الأحمر والأخضر للتدريب على القراءة الصحيحة للأطفال والمبتدئين لحين تعلم أحكام التجويد والقراءة في المصحف العادي. حد يشارك يا جماعة ولا نكمل؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة هبة. أيوة. تفضلي يا أستاذة هبة. تفضلي من السطر الثاني. أكرمة. نعم. إيجابي. همزة فتحة كاف سكون أك را فتحة را نعم، ولا نقلق الكاف، لا نقلق الكاف، نقول هكذا همزة فتحة كاف سكون أك. نأتي بصيغة الشدة ثم الهمس أك 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 هكذا. همزة فتحة كاف سكون أك را فتحة را أكرا ميم فتحة لا ما ق فتحة ق فتحة ر را فتحة ر مي فتحة ما أكرم همزة فتحة أ. بعد أن آتي بالحرف الثاني المقطعين الأول والثاني فأقول أكر، ثم آتي بالحرف المقطع الأخير مي فتحة ما
أكرم مرة أخرى. همزة فتحة كاف سكون أك را فتحة را أكرا ميم فتحة ما اسمعيني، أكرم. أيوه أكرم. ما في صوت. ألو شيخ، تفضلي. همزة فتحة لام سكون ال أكرم. أيوة سامع حضرتك، اتفضلي. أكرم. همزة فتحة لام سكون ال أنا سامع حضرتك، اتفضلي. همزة فتحة لام سكون ال ها فتحة ها ألو الها ميم فتحة ميم فتحة ما سامعينك، اتفضلي. ألهما. همزة فتحة نون كذا سكون همزة من أن ألف. أن ها فتحة ميم ها فتحة ما في ال كسر رابعة. كسر رابعة. ميم فتحة ما ألهما. همزة فتحة صوتك قطع نون عندك شوية. سكون أن. حتى أنا ما سمعت يقطع. ميم فتحة ما ميم الهما فتحة ما ألهما. يقطع همزة عندك. فتحة نون سكون أن. شين فتحة شا أنشا. را فتحة را أنشرا. هكذا الناس الرابع أخذناها كده، شين فتحة شا را فتحة را هكذا، را فتحة را. را فتحة را أنشرا. همزة فتحة نون ترى سكون أن أنشرا. همزة فتحة نون سكون أن. أنشر. أيوة نعم. همزة فتحة نون سكون أن. ق فتحة ق أنق. قاف فتحة قاف ق فتحة ق أنق. هكذا. قاف فتحة ق قاف فتحة فتحة قاف ق هكذا. أنق. قاف فتحة أنق. قولي أنق أنق. أنق. اصبري على الأم ضاد قليلا. فتحة أنق. ضاد فتحة ضا. ضاد فتحة ضا أنقض. لا الفتحة دا ضاد فتحة ضا. ضاد دال فتحة فتحة ميم ضا سكون أن دم. دال فتحة ميم سكون دم. دال فتحة دا دم دا مي فتحة ما دال لا دم دال دم فتحة دا. دال فتحة دا دا. فتح دال فتحة دا دم دا دال دم دا. مي فتحة دم دا مي فتحة ما دم دما دمدمة. دمدمة. شكرا شكرا أستاذة هبة، عفوا جزاكم الله خير. شكرا بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أستاذة. أتذكر برضو إن إحنا في هذا الدرس وهذه الحلقات من ضمن برنامج
إعداد معلمي معهد محو الأمية. صدد إعداد كوادر ومعلمين للمشاركة في محو الأمية لدى الكبار والصغار. يا ريت يا أستاذ غدا ترتبي الأخوات لطالبين الأستاذة هبة بتذاع الأخطاء. الأخطاء يعني عندنا في الدروس السابقة أخذنا حروف بطريقة معينة، فتح نفس الأداء أكرم، باء فتحة، ميم فتحة، ما أكرم. دكتورة هبة، اتفضلي. وهنا في هذا هاتين الكلمتين في إخفاء حقيقي، ورمز للغنة باللون الأحمر فقرأت هكذا: أنشر أنقض. حرف الكاف لا يقال، فلا أقول أك، لا أقول أك، بل أقول أك. آتي بصفة الشدة ثم صفة الهمس، أك كذا. أستاذ غادة يا ريت ترتبي الأخوات والإخوة الذين يريدون المشاركة. كان في مشكلة عند أخت أو أخ في التواصل، ننتقل للأخ التالي إلى أن تحل المشكلة. الأستاذة غادة، يا ريت ترتبي حضرتك المشاركات. ماشي، اتفضلي. تفضل استاذ سهى. استاذ سهى، الو. يروحوا جايين متجمعين كلهم مروحين. استاذ سهى، حضرتك السلام عليكم. السلام عليكم. أنا عمارة، مش عارفة، كان مع صوت حد تاني، كان أخت تاني.
يلا خير. ابتدي من وين يا شيخ؟ مش عارفة الصوت، مش في وش بالصوت عندي. ابتدي من وين يا شيخ؟ السطر الثالث. ما بس ثالث. عسى عسى. عين سين عين فتحة في سين سكون عس عين فتحة عس ع سين فتحة س في دجة بصوت شوي. عين فتحة سين سكون عس عين فتحة عس ع سين فتحة س عس عس همزة فتحة عين سكون ع عس عس عين فتحة همزة فتحة عين سكون ع ب ضم بو أعبو د ضم دو أعبدو نون فتحة عين سكون مع ب نعم نريد الاتيان بأداء الدرس العاشر هكذا همزة فتحة عين سكون أع هكذا همزة فتحة عين سكون أع نعم همزة فتحة عين سكون أع ب ضم بو أعبو دال ضم بو دال ضم دو هكذا لا ننسى أداء الدرس الرابع با ضمادو دال ضمادو را ضمارو جيم ضمادو با ضمابو هذا هو أداء الدرس الرابع وأيضا لا ننسى أداء الدرس العاشر همزة فتحة عين سكون أع هكذا همزة فتحة عين سكون أع همزة فتحة عين سكون أع ضمادو أعبو د ضمادو أعبدو نون فتحة عين سكون نع ضمادو نعبو د ضمادو نعبدو يا فتحة قاس كون يق على مهد ر ضمارو يقرو جيم ضمادو يقرودو يا فتحة ح هكذا نأتي كما قلت لك سلفا نأتي بأزمنة الحروف في الدرس الأول يا ح سين با هكذا هذه الأزمنة لابد أن نحافظ عليها عند الهجاء يا ح سين با ونأتي أيضا ب للدرس الرابع والدرس العاشر هذا الدرس العاشر يا فتحة ح سكون يح هذا المقطع من الدرس العاشر ثم سين فتحة س يح س با ضماب يحسب هكذا تفضلي الأول نعبد أنا أستاذة ألو تفضلي سهى يعني أن يأتي نعم نعم السلام عليكم سمعتي؟ نعبده نعم نعم سمعت نون فتحة عين سكون نع با ضمابو نعبو دال ضمادو نون فتحة عين سكون نع نون فتحة عين يا دم نون فتحة عين سكون نع باب ما نون فتحة
نون فتحة عين سكون نا با ضمابو نابو با ضمابو نابو دال ضمادو نعبد نعبد يا فتحة خا سكون يخ را ضمارو يخرو جيم ضماجو يخرج يا فتحة حا سكون يح سين فتحة ثا يحسى با ضمابو يحسب نعبد يا فتحة شين سكون يش را ضم را فتحة را يشرب با ضمابو يشرب يا فتحة شين سكون يش ها ضماه ها ها فتحة ها يشهد شكرا استاذ تمام مصطفى شكرا لكم وان شاء الله لو في وقت تشرف معنا ثاني ان شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم دكتورة هبة اتفضلي يا دكتورة السلام عليكم أنا شاركت أيوة السلام عليكم أيوة أنا شاركت حضرتك الأستاذة هبة تمام أيوة في الأستاذة هبة وفي الدكتورة هبة ولا هي مسمى واحد طيب ماشي شكرا 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 أستاذة الدكتورة هبة في دكتورة هبة وفي هبة في مسمى هنا دكتورة هبة وفي هبة انا هعطيهم دلوقتي للدكتورة هبة
غلط يا استاذ ابو بكر. ماشي اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيمي؟ أبدأ من أول فين؟ أيوة أبدأ من أول اتفضلي فين حضرتك؟ دكتورة هبة. ماشي حاضر. الأستاذة أبو بكر يا ريت تبقى بعد الأستاذة إيمي. الله هبة إن شاء الله. أبدأ من أول اتفضلي فين؟ اتفضلي يا أستاذة إيمي. من أول السطر الرابع. يا فتحة شين سكون يش را فتحة را يشرى باء ضم بو يشرب يا فتحة شين سكون يش ها فتحة ها يشها باء ضم دو يشهد تا فتحة را سكون تر ها فتحة ها تر ها قاف ضماقو ترهقو تا فتحة عين سكون نعم بس تع لا لا بس مرة أو واحدة ترهقوا. لا تقولي ترهقوا، لا تقطعي الكلمة ترهقوا مرة واحدة. ترهقو تا فتحة عين نعم سكون تع را كسراري تعري فا ضمّا فو تعريفو همزة ضمّا قاف سكون أق سين كسرى سي نعم إيه لا همزة ضمّا قاف سكون أق سين كسرى سي أق سي ميم ضمّا مو أق سي مو يا ضمّا با سكون يب د نعم كسرى كلمة دي كسرة لا ترققي السي اي اخرى. قولي كسرة، قولي كسرة ره. ماشي اقرأ دون هجاء. يبدئ نعم ينفخ ينقلب يوسوس ثقلت حشرت سطحت أشيطت نشرت نصيبت أثرنا اختاري الصاد. لا تاني تاني نصيبت نصي نعم نصيبت أثرنا نعم وسطنا الجهة. لا ثر طيب اللي جاء همزة فتحة فا فتحة راس كون ثر أثر نون فتحة ن أثرنا حاضر همزة فتحة فا فتحة راس كون ثر أثر نون فتحة ن أثرنا واو فتحة و نعم بدون هجاء. سين فتحة طاس كون نعم أكملي بدون هجاء بقية السطر. وسطنا فرغت تأتون يسقون تأتون تأتون تأتون. شكرا استاذ ايمن يسقون. ممتاز. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كل خير. شكرا جزاك لك. الله خير. ربنا يبارك لك. جزاك الله كل خير. تفضل. هناتي إلى السطر الثالث من الأسفل ونقول هكذا: يا ضم سين سكون يس قاف فتحة واو سكون قو يس قو نون فتحة ن يسقون يفعلون يعملون يعلمون ف
ثم نأتي إلى السطر الثاني من أسفل أقول هكذا يا فتح ض سكون يض. الخطأ الشائع هنا عند قول يض قلقلة الضاد، لا أقول يض بالاستطالة والإطلاق هكذا يض ح فتح ح يض ح ك ضم واو سكون ك يضحك نون فتحان يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون تعبدون أنعمت همزة فتحة نون سكون أن ذال فتحة را سكون ذر أنذر نون فتحة ألف سكون نا أنذرنا أنزلنا خلقنا ثم ننتقل إلى الصفحة التالية فنقول هكذا را فتحة را فا فتحة عين سكون فع رفع نون فتحة ألف سكون نا رفعنا واو فتحة و نعم ض فتحة عين سكون ضع وضع نون فتحة ألف سكون وضعنا. أشرت عندي إلى دكتورة هبة في القائمة، هل هذا يمنع اتصالها؟ أشرت إليها بعلامة صح. ضم طا سكون نطق فا نطف فا كسرتين تن نطفة عين كسرة با سكون عب را فتحة را عبارة تا ضمتين تن عبارة زا فتحة جيم سكون زج را فتحة را زجر تا ضمتين تن زجرة تا فتحة ذال سكون تذ كاف كسرة كي تذكي را فتحة را تذكرة تا ضمتين تن تذكرة مسفرة مقصدة مسغبة مقربة متربة تضليل تقويم تكذيب. ممكن لو أخت شارك معنا أو أخ إلى أن يأتي الصوت. تسنين مسكينا ممنون محفوظ مقتوم مسرورا مشهود همزة فتحة با سكون أب واو فتحة ألف سكون و أب و با فتحتين بن أبوابا
ميم فتحة صاد سكون مص، فا ضمة واو سكون فو، مص فو، فا فتحة ف، مص فو ف، تا كسرتين تين، مص فو فتين، أزواجا، أشتاتا، إطعام، أعنابا، أفواجا، ألفافا، قرآن. همزة فتحة لام سكون ال، هنا همزة الوصل في بداية القراءة أقرأها كذا، كلمة الحمد أقرأها بهمزة فتحة لام سكون ال هكذا، حا فتحة ميم سكون حم، الحم، دال ضماد، الحمد، واو فتحة لام سكون وال، هنا تسقط همزة الوصل وسط الكلام فأقول واو فتحة لام سكون وال، ساكن يلحق بالمتحرك السابق له مباشرة، فا فتحة جيم سكون فج، والفج، را كسراري، والفجري، واو فتحة لام سكون وال، فا فتحة تا سكون فت، والفت، حا ضماح، واو فتحة لام سكون وال، عين فتحة صاد سكون عص، والعص، را كسراري، والعص ري، ميم كسرامي، نون فتحة لام سكون نل، منل، ميم ضمة عين سكون مع، من المع، صاد كسراصي، من المعصي، را فتحة صغيرة، را تا كسراتي، معتي، ميم عين فتحة لام سكون عل، معل، عين ضمة سين سكون عس، مع العس، را كسراري، مع العسري، ميم فتحة لام سكون مل، قاف فتحة ألف سكون قا، ملقى، را كسراري، ملقاري، عين فتحة ع، ملقارعة، تا ضمات، ملقارعة. أستاذ أبو بكر آخر أخبار. تفضل يا أم جلال. بنقول لو في حد مستعد أستاذ أبو بكر إلى أن يأتي الصوت. دكتورة هبة. ناسين الدكتورة هبة لأن في مشكلة مش عارف فين بقى بالظبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ من فين يا شيخ؟ الأستاذ يا شيخ. أيوه. تفضلي. وإذا المو وإذا الموءودة الجاء. واو فتحة و، واو فتحة و، همزة كسراء إي، وإي، ذال فتحة ألف سكون ذا، وإذا، لا 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 ذال فتحة مع إيه؟
ذال فتحة لام سكون ذل، صح كده؟ نعم، ذال فتحة لام سكون ذل. ذال فتحة لام سكون ذل. وإذل، ميم فتحة واو سكون مو، وإذل مو. همزة ضمة واو صغيرة أو، وإذل مو أو. ميم فتحة دال واو فتحة دا. ميم فتحة واو سكون مو. ميم فتحة واو سكون مو، وإذا المو. همزة ضمة واو صغيرة أو، وإذا المو أو. دال فتحة دا، وإذا المو أو دا. تا ضمات، وإذا الموءودات. يا فتحة نون سكون ين. ضا ضماغ زمن ينض. مهلا نعم. مهلا مهلا. زمن الحركتين همزة ضمة واو سكون واو صغيرة أو، وإذا الموءودة دال فتحة دا ضمات، وإذا الموءودة. الهجاء همز نعم. نعم يا شيخ، أقولها تاني. الهجاء استمع بدون هجاء. وإذا الموءودة ينظر بدون المرء، هجاء. ينظر المرء كالفراش المبثوث. هجي هذه الكلمة، نعم هجي السطر الأخير، هجي الكلمة تاعت ينظر المرء. اقرأ. يا فتحة نون سكون ين. ضا ضمة ظو ينظو. نعم. را ضمة لام سكون رل ينظرل. ميم فتحة ميم فتحة را سكون مر ينظر المر. همزة ضماء ينظر المرء. كاف فتحة ألف سكون ك، لا كاف لام. كاف فتحة لام سكون كل. فا فتحة فا كلفا. را لو انت فتحة شاطرة، ألف سكون را. ايه الكلمة دي ناقصة ايه؟ نعم الفراش هنا نعم في يا شيخ. رسم ناقص على الألف، ناقص اللي هي رمز همزة الوصل مكتوب سقط، يعني في الكتابة سقطت في الكتابة الألف هنا همزة وصل، في زي مثل المبثوث، ألف المبثوث تبقى عليها رأس صاد رمز إلى همزة الوصل، هنا أيضا على هذه الألف المفروض يبقى فيه رأس صاد هكذا سقطت في الكتابة. يبقى هي ألف سقط سقطة. يبقى احنا كده هننطق الكاف وبعدين اللام على طول، المفروض يبقى صح؟ فيه مرسوم عليها زي المبثوث، الألف بتاعت المبثوث همزة الوصل أيوة هذه. نعم صاد صغيرة فيها. نعم بس بس هي مش قصدي مرسومة. في الرسم نسي التكتب. نعم بيكتبيها عند الباب. نسي تكتب ولا دوت رسم عثماني؟ حاضر أكمل. همزة الوصل تسقط وصلة. نعم
بقول لحضرتك هي المفروض ديت تكتب يعني فيها مش هي بتكتب اللي عليها يكتب الكتاب هنا القاعدة ماشي. لسه يكتبها بس. اتفضلي. جزاك الله كل خير. طيب كاف فتحة لام سكون كل فا فتحة فا كلفا ألو، را فتحة ألف سكون را كلفا را شين كسرة شي شين كسرة لام سكون شل شل كلفا را شل ميم فتحة با سكون نبا كلفا را شل مبا فا ضمة واو سكون ثو كالفراش المبث فا كسرة في كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث كالفراش المبثوث كاف فتحة لام سكون كل. شكرا أستاذة، أستاذة إيمي ممتازة، شكرا لك. شكرا لك جزيلا. ده صوت أحد التلامذة القاعدة النورانية اسمه عمر شادي الكسار، أخذ القاعدة ويقرأ بالتجويد هكذا. نسمع كده مقطع صغير منه. بيهدي في صوت المتحدثين. الذين إذا اكتالوا تانية حضانة، هذا الطفل في تانية حضانة.
عمره ثانية حضارة حوالي 5 سنوات. أكمل القاعدة النورانية كلها، وتقريبا هو سامعني؟ تمام. طيب احنا وقفنا على الصفحة الأخيرة، أنا هنقرأ الصفحة الأخيرة أن يأتي الصوت. فتحة لام سكون كل عين كسرة ها سكون عين كل عين نون كسرة لام سكون نيل كل عين نيل ميم فتحة نون سكون من كل عين نيل من فا ضم واو سكون فو شين كسرة شي كل عين نيل من فو شي ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر همزة فتحة ألف مد لام سكون آل همزة فتحة ألف صغيرة آل آل نون فتحة ن آل آن. نريد أحد يشارك لنختم الحلقة إن شاء الله. ماشي اتفضلوا. الدكتور هبه ما خدش المايك. هنقرأ الكلمة الأخيرة هكذا، همزة فتحة ألف مد لام سكون آل 6 حركات، مد لازم كلمي مخفف، همزة فتحة ألف مد لام سكون آل همزة فتحة ألف صغيرة قبل الأخير في هذا الدرس هناك 3 قلقلات، الدال والقاف والقاف، وهناك غن في الإنسان، كلمة الإنسان، فتح حقيقي ومد منفصل 4 حركات، يقرأ هكذا، لقد خلقنا الإنسان في
مرة أخرى. الإنسان في أحسن تقويم، أعطيناك الكوثر، الآن. جواب المشاركة الأخيرة، ثم نختم بإذن الله. بارك الله فيكم. ونريد أيضا أن نحضر الدرس الثاني عشر للحصة القادمة، ويقرأ هكذا: الدرس الثاني عشر، الشدة، همزة فتحة باء شدة أب، باء فتحة باء أب، همزة فتحة باء شدة أب، باء كسرة ب أب دي، همزة فتحة باء شدة أب، باء ضمة ب أب ب، همزة كسرة باء شدة إب، باء فتحة باء إب، همزة كسرة باء شدة إب، باء كسرة ب إب، همزة كسرة باء شدة إب، باء ضمة ب إب، همزة ضمة باء شدة أب، باء فتحة باء أب، هكذا. هذا السطر الأول قرأته، لتحضروا إن شاء الله الدرس الثاني عشر الشدة، ثم بعد ذلك تدريبات على الشدة، أيضا الدرس الثالث عشر تدريبات على الشدة: با ضم را شدة بر، را كسرى ر بر، زا فتحة زا بر زا، حا ضم صاد شدة حص، صاد كسرى ص حص، لام فتحة لا حصيلة، صاد فتحة دال شدة صد، دال فتحة د صد، قاف فتحة ق صدق، عين فتحة دال شدة عد، دال فتحة د عد، دال فتحة د عدد، قاف فتحة دال شدة قد، دال فتحة د قد، را فتحة ر قدر. الدرسين دول نحضرهم، أنا بديت لكم بس مفتاح كل درس، أول سطر في كل درس نحضرهم نسمعهم، بحيث لما نيجي الحصة القادمة تبقى عندك فكرة، عندكم فكرة إن شاء الله عنها. طيب حد يحب يشارك معانا في آخر سطرين في الدرس الحادي عشر قبل ما نختم؟ آخر سطرين نقرأ. خصوصا الكلمة الأخيرة هذه: همزة فتحة ألف مد لام سكون آل، همزة فتحة ألف صغيرة آل، نون فتحة نا وقت معانا. سلام بصوت صوت ان شاء الله. بارك الله فيك. ظهر الله في النار. قولي لي بقى اخر كلمة. اخر كلمة. كيف فتحة ألف مد لام سكون آل، ألف صغيرة نون نون فتحة نا الآن. حافظي على التناسب بين الأزمنة. نعم. الآن. نعم. سمعت.
الآن سمعت الشيخ؟ ماشي، بارك الله فيكي، شكرا لك استاذ سهى، شكرا لكل اللي شارك، والاستاذة هبة حاولت تشارك، وكان الله فيكم. حد عنده سؤال قبل ما نختم؟ تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم مثل أستاذ أبو بكر، مع السلامة. دكتورة هبة إن شاء الله، الدكتورة هبة هي أم عمر كسار. سامعاني الدكتورة هبة؟ طيب مش انا صوت عمر الكسار هو ابن الدكتور هبه اللي قاعد يشارك، هو مشارك اهوت عن طريق التسجيل. سمع نفسك يا عمر. سمع يا عمر، سمع نفسك ولا لا؟ عليكم لحافظين يوما.
شادي الكسار ابن الدكتورة هبة، هو شارك اهوت معانا وهو عنده ما شاء الله في تاني حضانة، ومن التلامذة المتميزين جدا بفضل الله ثم بفضل والده ووالدته ان شاء الله عليهم. وان شاء الله برضه زي ما هو كويس في القراءة يبقى خطه جميل وهياخد كورس في الخط، هيبقى ممتاز بإذن الله. ماشي، كل حصة ممكن اسمعكم في الميز، احنا عندنا تلامذة كتير، عمر ليه زمايل كتير، ليه أحمد جمال، عثمان ومريم كسبر ويوسف طومان، وليه كمان نور شادي، ليه زمايل ما شاء الله كتير وزمايل كتير غيرهم برضه. سمعكم إن شاء الله الحصة الجاية نماذج كده، ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. أي عمر ولا حاجة قبل ما نختم؟ وعمر سنه 5 سنوات في تانية حضانة تقريبا، 5 وكسر كده يعني على ما أعرف. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله الساعة 8:30. مع السلامة.